هم يفضلوا يدوروا على شركات ناشئة صغيرة أو متوسطة ويدخلوا معاهم في مشروعاتهم بالفلوس. ونفس الموضوع كمان حتى بالنسبة للأفراد، في ناس بتبقى معاها فلوس بس مش قادرة تفتح مشروع. فدلوقتي في مصر دي ما بقتش مشكلة خلاص، لأن مصر رخصت حاجة اسمها شركات الشيك على بياض. فخليني أوضح لحضراتكم هذا الموضوع في هذه الفقرة. فوافقت هيئة الرقابة المالية في مصر على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات الغرض للاستحواذ والمعروف باسم شركات الشيك على بياض. ودي شركات بتنشأ بهدف واحد، وهي إنها تستحوذ أصلا على شركات ناشئة، أو إنها بهدف البحث والاستثمار عن فرص للاندماج بين الشركات. الموضوع ده مهم جدا لأنه بيوفر مش بس كمان التمويل لهذه الشركات عشان تكبر، كمان هذه الشركات بعد تأسيسها بيبقى تركيزها إنها توفر التمويل عشان تقدر تستحوذ على شركات أخرى. فبتجيب التمويل ده منين بقى؟ بتجيب بعد ما يعني بعد ما بنعمل بقى تأسيس لشركة الغرض الاستحواذ، بتجيب التمويل من خلال طرحها في البورصة المصرية. فهنا بيقدر أي فرد مننا فاتح حساب في البورصة المصرية إنه يقدر يحط فلوسه في هذه الشركات. بالتالي حضرتك بقيت هنا شريك في هذه الشركة بالمبلغ اللي أنت حطيته، ولو الشركة دي كسبت فطبعا السهم المفروض هيرتفع، بالتالي هتقدر تحقق أنت كمان مكاسب. ولو مش عارف تفتح حساب في البورصة المصرية ازاي، انا شرحه عندي على قناتي على اليوتيوب، واتكلمنا هنا فيه على قناة الحدث اليوم، فيعني تقدر ترجع. المهم ان شركات الشيك على بياض بتاخد حصيلة الاموال اللي جمعتها من الاكتتاب الخاص او العام، وبتبدأ تدور على شركات صغيرة كويسة تستحوذ عليها. وهي دي اهم نقطة، ان انا بقدر اخد هذه الفلوس استحوذ على شركات لسه بتبتدي. اكرر، لسه بتبتدي، للناس اللي حتى بتبقى عايزه تعمل مشروع، شباب صغيره ومش لاقي تمويل، فالموضوع ده هيبقى ميزه كويسه جدا ليهم. طيب هتقولي ما كده ممكن ياخدوا مننا الفلوس اللي احنا هنستحوذ اللي احنا هنتكتب فيها، وفي الاخر ولا يستحوذوا على شركات ولا يعملوا اي حاجه. هقول لك عندك حق، وعشان كده الدوله المصريه محددت في قانون الترخيص لهذه الشركات ان الفلوس اللي هتتم تجميعها هتكون موجوده في حساب بنكي تحت رقابه الدوله، وان الفلوس دي ما تتصرفش الا في حاله الاستحواذ الفعلي على شركات. يعني ما ينفعش انا خلاص انا اكتتبت فخلاص بقى صاحب الشركه اللي هي شيك على بياض دي ياخد الفلوس يصرفها في حاجه تانية. لا، لازم انت مش هتسحب الفلوس دي الا عشان تستحوذ على شركه جديده او ناشئه او متوسطه. بالاضافه، ودي نقطه مهمه جدا، ان في حاله انها لم تتمكن من تنفيذ عمليه الاستحواذ خلال سنتين، فالشركه هنا ملزمه انها ترجع الاموال مره تانية للمستثمرين، وده بعد خصم العمولات والمصروفات. والحقيقه ان الشركات دي خطوه رائعه جدا، واصبحت بالاهميه انها تكون بمصر، خاصه بعد موضوع شركه سوابل واللي طرحت مؤخرا في بورصه ناسداك الامريكيه ولم تطرح في البورصه المصريه. وده كان بسبب ان شركه سوابل اختارت الاندماج مع شركه استحواذ امريكيه عن طريق شركات شيك على بياض، اللي هي تعرف زي ما واضح امام حضراتكم على الشاشه بسباك. وده لان هذا النوع من الشركات غير مرخص اصلا في مصر قبل كده. بالتالي القانون هنا كان اقراره مهم جدا، وفي التوقيت ده عشان بقيه الشركات في مصر يكون عندها القدره ان يجي لها تمويل عن طريق شركات الشيك على بياض بدلا من انها تطرح بالخارج. والحقيقه ان هذه الشركات مهمه كمان جدا للاقتصاد المصري والبورصه والمواطن واصحاب المشاريع الناشئه. ليه بقى؟ لانها بتحفز الشركات ذات الغرض الاستحواذ على الطرح بالبورصه، فده هيزود من الاكتتابات في البورصه، بالتالي هيزود من السيوله والقيمه السوقيه في السوق، وهيجذب مستثمرين عرب واجانب لانهم اصلا بيفضلوا هذا النوع من الشركات خلال هذه الفتره. بالاضافه انه هيعود بالنفع ايضا على الاقتصاد المصري، لان هذه الشركات زي ما وضحنا هدفها جمع التمويلات والبحث عن شركات صغيره ومتوسطه، بالتالي هيساعدها على النمو والتوسع في حجم اعمالها، وده طبعا هيوفر فرص عمل كتيره، وهيزود من الناتج المحلي الاجمالي المصري، بالاضافه ان في الاخر هينعكس على زياده الحصيله الدوله من الايرادات الضريبيه، واللي من خلالها طبعا بيتم تمويل كل المشروعات القوميه اللي احنا بنشوفها. ولو شفنا نظره على هذا النوع من الشركات في الولايات المتحده الامريكيه، هنلاقي بص امام حضراتكم على الشاشه في زياده كل سنه عن الثانيه بوتيره سريعه لهذه الشركات. شركه هي بتتعمل وظيفتها انها تستحوذ على شركات اخرى، هي دي وظيفتها، ولا بتنتج ولا بتصنع، هي ما بتعملش اي حاجه غير انها توفر تمويل وتختار الشركه الصح اللي شايفاها هتكبر. فزي ما واضح امام حضراتكم الموضوع ده اصلا بادئ بقاله فتره في الولايات المتحده وفي اوروبا، وقدامنا الشارت كان بيرتفع، وكتير جدا من الكبار المستثمرين في العالم بيحطوا فلوسهم في هذه الشركات.
وعلى سبيل المثال منهم رجل يعني منهم رجل الأعمال المصري ناصف سويرس طبعا برضو بيفضل